النمط الآخر أو النوع الآخر من الحوار الذي سميناه الحوار المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، هذا يبدو جليا واضحا في حديث أبي هريرة حينما قال: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. ارتكب معصية. عادة في مثل هذه الأجواء ما نراه أكثر شيوعا يبدأ ماذا؟ توبيه. أنت البعيد فيك، أنت توبيه. يخطيك، أنت ما أنت عارف أنه هذا رمضان، يلي مباشرة على طول انتقل عليه الصلاة والسلام من المشكلة التي يعاني منها هذا الرجل الذي جاءه إلى الحل. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ما في نقاش في نفس القضية، لا لي سويت ولا لي عملت ولا ملامة ولا عيت ولا شيء. واحد معترف بخطأه ويريد أن ينهي هذا الخطأ ويتوب، انتقل من المشكلة إلى الحل. صدمت السيارة، كسرت القلم، عملت كذا، فعلت كذا، فلننتقل من المشكلة إلى الحل، لأنه اللي جايك معترف أصلا بالخطأ، فلا يحتاج إلى مزيد من تضخيم الهم عليه. جميل. قال: لا. طبعا لو واحد زي حالاتي يقول له: طبعا أنت ما تقدر يعني تعتق رقبة، لكن أنت شاطر تسوي شيء يغضب الله عز وجل في رمضان. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. أيضا أغلق الباب الثاني. قال: فهل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا. اجلس. لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، قال: اجلس. فدخل جاب وعاء به شوية تمر، قال: خذ هذا فتصدق به. ايش تبغى أكثر من كده؟ شوف الجواب أيضا، شوف الشفافية والروعة والصدق في هذا النموذج البشري. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها من هو أفقر منا؟ إذا القضية قضية صدقة لفقراء، تراني والله أنا وزوجتي وعيالي أكثر الناس فقرا في هذه المدينة. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك. تجد أن الهدف في الحوار المحمدي هو البحث عن الحل. فهل يا ترى في بيوتنا وفي حياتنا اليومية إذا ما تحاورنا همنا وهدفنا هو البحث عن الحل؟ سؤال ينبغي أن نطرحه جميعا على أنفسنا إن شاء الله أنه نجد له حلا واقعيا بإذن الله عز وجل.